اخبارك يا كابتن؟ الحمد لله على السلامه. شرفتك والله، منورنا في قناه النادي الاهلي وشرفتني. اسطوره كبيره قاعد معانا. الله يخليك يا رب. قول لي بقى، تحب نقول لك بيج رامي ولا اقول لك يا ممدوح ولا نقول لك ايه؟ لا انا رامي. رامي كويس. الاسم المحبب ليك رامي، كل الناس بتقولين رامي. طب قول لي ايه سر يعني في كره في كفر الشيخ بتسمي اسمين للولاد؟ ايه القصه دي؟ لا كل الارياف بالشكل ده اعتقد في مصر. وانا اعتقد ان احنا انا واخواتي كلنا نفس الكلام، كل واحد عنده اسمين. ما كانش ثلاثه وعندنا وفره الحمد لله. ما شاء الله، يعني ده يعني عاده موجوده في في الارياف موجوده في القرى المصريه. طب انت لسه على تواصل مع يعني في القريه مع اصحابك؟ كل اسبوعين هناك انا. فعلا؟ كل اسبوعين. اسبوع اخر الاسبوع مثلا بتروح ولا بروح الويكند؟ لان والدتي موجوده لسه هناك. ربنا يديها الصحه، ربنا يبارك في عمرها. وانت ليك علاقه مع والدتك كبيره يعني؟ طبعا، يعني دي ده اهم حاجه في الحياه، الاهل والصحاب. صحيح. طبعا صحيح. طب